يا سيادتك، عاوز اقول لحضرتك انه كل الناس بتكلمني بتقول لي احنا معاك وربنا يثبتكوا وما تزعلش، واسمح لي من اخوك الصغير في السن والقيمه اني اقول لك نفس الشيء، انت قيمه وانت تاجنا، تاج راسنا وفوق راسنا من فوق. شكرا، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقك في مهمتك ويوفقنا جميعا. شكرا دكتور عصام شرف. قبل ما حضرتك تسيبنا، انا بشكر وشاكر لحضرتك ان هذا الرجل العظيم المحترم اللي كلنا بنحترمه ونجله، انا شاكر لكلماته، يعني لعل كلماته تمسح يعني جزء مما اعانيه، جزء مما اعانيه. يا فندم انت اي كلمات تمسك هي في الحقيقه تتويج ليك وتاج فوق راسك، واحنا في الحقيقه يعني انا واحد تعودت وامنيتي ان تستمر العاده دي اني اشوفك بس كل يوم، فانا بحس انه ما زال قصادي قيمه مصر متجمعه في رمز. ارجوك ما تزعلش، لانه انت لو زعلت احنا هنقدر نكمل ازاي؟ ارجوك واقبلها مني انا، يعني زي ما بيقولوا كده مسحها فيا. شاكر يا فندم. انت راجل يعني. انت راجل مجرد بس، ما ربنا يخليك ويوفقك لما انت فيه. والمهمه مش سهله، المهمه صعبه. المهمه صعبه. عارف يا فندم، عارف. ربنا يوفقك ويخليك، وانت معروف انت ربنا يقوينا. معروف يعني، معروف تاريخك، معروف ومعروف جهادك، معروف والقمم. ويعني ليس لي الا ان ادعو الله لك بالتوفيق. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، وانا هدعي لك بالتوفيق، بنحط ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله يا فندم. متشكر جدا، متشكر. شكرا يا دكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. حضرتك بتقدم اعتذار لموقف حضرتك مش مسؤول عنه، يعني المفترض ان اللي يقدم الاعتذار ده اشخاص بعينهم والحكومه السابقه، لكن احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخله. لكن ربنا يخليه ويحفظه يا فندم، ربنا يكرمه ويحفظه، وحاولي يعني ربنا يكرمه يعني، وللشخصيات المحترمه والانسان برضه يعني، الانسان حينما يعمل برضه يعني يتمنى كلمه حق. طيب يعني انا الا يتقون الله. انا بقى عارف يعني سياده المستشار، سياده المستشار اسمح لي، التخوفات بتاعت حضرتك انا عايزه اطرحها على دكتور عصام شرف، والتجاوزات اللي حصلت، ومصر مقبله على ايه دكتور عصام. طيب ارجع لك مره تانية سياده المستشار، يعني حضرتك في تصورك بقى ايه الخطوات اللي احنا يعني مقبلين عليها، والمفترض نعمل ايه؟ انا حاسه انك خايف على البلد، ده بالتاكيد حضرتك اتكلمت عن ثوره مضاده، وكنت اول من تحدث بهذا المصطلح او هذا التعبير، وجاء على لسان دكتور عصام شرف امبارح واكد على هذا المعنى. ده حقيقي. طيب شايف بقى نتصرف ازاي؟ يعني ايه المطلوب مننا؟ ليس امامنا الا امرين. اتفضل. يعني الأمر الأول هو الحزم، هو الحزم. والوقت النهاردة إنه لا يمكن كل وزارة وكل مصلحة وكل مدرسة وكل كذا وكل جامعة والبلد إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ لابد يكون في موقف حازم، ولابد أن نعمل، لابد للطالب أن يعمل، ولابد للعامل في المصنع أن يعمل، ولابد للموظف أن يعمل. والشعب المصري شعب عظيم وحضارة آلاف السنين، احنا عاوزين نشتغل بدل ورديه واحده نعمل ورديتين، وبدل ورديتين نعمل ثلاثه. ايوه يا فندم. عشان نعوض اللي حصل، عشان الارقام اللي كنت ناوي اقولها يا سيدتي. أيوة انا كنت ناوي اقول الارقام ديت، ولكن اهو اللي منعني طبعا، منعني اللي حضرتك اللي عارفه اللي حصل. هذه الأرقام اللي أنا أشكرك للآتي إنك أتحت لي فرصة. ده أنا اللي بشكر حضرتك على الثقة دي، وإنك كنت موجود معانا. لا يا فندم العفو، لا يا فندم العفو، ده إحنا عايزين نسمع حضرتك، ويعني هطلب من حضرتك طلب على الهوى، ويا ريت يعني محبوس. سيادة المستشار أرجوك تكون حضرتك موجود معانا بكرة في الحياة اليوم، نقعد ونتكلم في اللي بيحصل، في اللي كان بيحصل، وفي اللي جاي، اللي احنا مقبلين عليه. ممكن يا سيادة المستشار؟ يا فندم يعني عملية الحضور شخصيا معلش يعفيني عنها، يعني انا قاعد والله بشتغل،
قسما بالله وحضرتك بتكلميني انا قاعد، انا قاعد من الفجر لغايه دلوقتي، انا حاسه مع راحه ساعه بتاعه الغداء. يعني احنا احنا نيجي أنا, يعني انا 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 كلمت، انا خدت، انا ده انا يخيل لي كلمت اكتر، مش عارف كلمت قد ايه يعني. لازم نتكلم يا فندم، لازم نتكلم، احنا في مرحله. واللي انا بقوله يا فندم مش انشا، والله اللي بقوله حقائق، انا بقول حقائق. طيب يعني 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 من ناحيتين. طب ممكن تستضيفنا يا سياده المستشار؟ ممكن يعني نيجي لحضرتك؟ بقول يا فندم ممكن تستضيفنا عندك في يعني؟ اهلا بيكم يا فندم، بس يعني مش انا مش عايزه اسخل على حضرتك، ورغبتك تحترم، انا عارفه ومقدره وحاسه بحضرتك. انا بعيد يعني، انا بطبعي حضرتك يعني يعني انا يعني اما اقعد 43 سنه، القاضي اصله، القاضي دايما تعود ان هو يستمع. انا يعني دي شخصيتي، القاضي تعود ان يستمع لا ان يتكلم. لكن انا اتكلمت في برنامج حضرتك لاول مره لما فاض بيا، والله فاض بيا، والله فاض بيا فعلا فعلا يعني مش عارف يعني. لولا الكلمات الرقيقة أنا أشكر هذا الرجل العظيم، أشكر يعني من يعمل في هذا البلد برضه محتاج يا فندم، محتاج الكلمة لكلمة طيبة تشجعه على الاستمرار. سيادة المستشار ممكن تقبل مننا، من المصريين اللي بجد اللي بيحبوا وبيخافوا على البلد دي وبيحترموا المستشار جودة الملطة، اقول لحضرتك لا تلتفت لاي قلم مأجور لاي شخص بيحاول ان هو ينال من سمعة المستشار جودة الملط اللي اهداف حضرتك تعرفها، حضرتك عارف ان من مصلحة اشخاص بعينهم دلوقتي تقارير ما تطلعش، ارقام ما تطلعش. عايزة حضرتك المهمة اللي بدأتها من 12 سنة وقبلها طبعا في القضاء المصري، حضرتك تستكملها في المرحلة اللي جايه، مرحله احنا في امس حاجه ليها. انا مش بشر من لحم ودم، انا مش معلش يا فندم، معلش يا فندم. يعني انا بشكر حضرتك مره تانية، ربنا يقوي حضرتك على المهمه الثقيله دي، على المهمه اللي بداتها، واكيد ان شاء الله هتستكملها. احنا يعني املنا، كل الامل في اي شخص شريف، اي شخص نزيه، اي جهه بتكشف وبتحارب الفساد وبتقول ارقام مختلفه عن كل الارقام اللي تابعناها قبل كده، مختلفه عن كل الكلام وكل التصريحات. احنا كنا يعني مش عايزه اقول احنا كنا بنتكلم ايه على يعني تقرير جهاز مركزي للمحاسبات لما كان بيتعرض، كنا بنقول عليه يعني انه المساله بتتقال وبنتكلم وبعد كده بتتقفل، وكان في تعبير شهير اعتقد حضراتكم عارفينه وانا مش هنقوله دلوقتي، لكن الجهاز وحضرتك وبشكرك مره تانية، عايزين المهمه تستكمل، عايزين كل حاجه، كل فاسد، كل مفسد، كل مخالفة، كل حاجة غلط حصلت في البلد دي بعد 25 يناير عايزين نصحح، وعايزين نمشي مظبوط، نمشي بما يرضي ربنا، زي ما كان بيتكلم سيادة المستشار ان كل اللي حصل قبل كده ما يرضيش حد، ما يرضيش ربنا بالتأكيد. وبشكر طبعا دكتور عصام شرف على مداخلته اللي شرفنا بيها، وعلى اعتذاره اللي تقدم بيها، على الرغم مش هو المسؤول، المسؤولية تقع